الروائح الكريهة والأمراض تهدد حياة أهالي دير الأحمر ولا تجاوب حتى الآن من المسؤولين. نفذ أهالي دير الأحمر ومخاتيرها وفعالياتها اعتصاما أمام مدرسة راهبات العائلة المقدسة المارونيات عند مدخل البلدة، احتجاجا على الأضرار الناجمة عن محطة تكرير المياه المبتذلة في سهل بلدة إعاد، والتي تصل مياهها الملوثة إلى جوار المدرسة التي تضم زهاء 550 تلميذا. ندك ناقوس الخطر ونصرخ ونقول بالحرف الواحد، نرفض مرور هذه المياه المبتذلة في أرضنا. مش بيشيلوا وسخ ناس بيزتوا على ناس، هاي مرفوضة. نحن بنقول كلمتين معلش وبنعتذر، بنعتذر كلمتين ما في غيرهن. ما تحرجونا أحلى ما تخرجونا، ما تعرفوا شو ممكن نعمل. ما رح نسكت عن هذا الموضوع مهما كلف، مهما كلف ما رح نسكت. عم بيجينا حشرات بعمرنا مش شايفينها، بعز الشتاء البرغش بعد ما انتهى عنا، بيعطينا التلاميذ لياخذوا شهادات، يا عمي عم بيجيبوا لنا الامراض على البيت. المتظاهرون اكدوا على حق الطلاب ببيئه نظيفه مناسبه للتحصيل العلمي، مؤكدين ان احدا من المسؤولين لم يتجاوب معهم حتى الان.